من هنا النهارده الوحده الثانيه الدرس الثاني من كاس الرسم، عشان احنا اي مساله من كاس الرسم ما صعبه جدا. احنا لما بنعمل مشروع بنيجي نشوف حاجه على الكره الارضيه وبنحلها ايه؟ تصوير. اللي هو من كاس الرسم، ولما بنعمل حاجه للخريطه لان الخريطه اصلا بتبقى بنبقى عايزين الحاجات اللي عليها بتبقى وهميه، فبنبقى عايزين نعمل لها ايه؟ تكبير. نيجي هنا لو عايزين نحل مسألة بالقوانين عشان الحصى مش مستوعب المثلث ده هناخد القوانين. لو اللي جنب بعض ينضربوا ببعض، واللي فوق دول ينقسموا على بعض. لو هقيس حاجة بالمسافات لو كده بالكيلو متر. لو عندي إنسان بالمتر بالسنتيمتر الحشرات بالملي لتر. القياس الرسمي ليس له تركيز، عندي شوية تحويلات أبقى حافظها عشان تحل معايا المسائل. الكيلو متر فيه 100 سنتيمتر 100,000 سنتيمتر، والمتر فيه 100 والسنتيمتر فيه 10 ملي لتر. خطوات الحل المطلوب منك الطول في الرسم او مقياس الرسم ادور على السنت عشان اعمل تحويل، وبعدين اكتب القانون واقعد اعمل بالارقام. لو مطلوب منك تكون حي بكتب القانون وبعوض عنه وبعدين اعمل التحويل. يبقى في كل حاجه تحويل ايه ده؟ اول مثال بيقول لي الخريطه اللي واجهه البحر يزود عليها المسافه بين المدينتين بطول 41 سنتيمتر، اذا كانت المسافه الافريقيه 250 كيلو متر. مقياس الرسم هو مقياس مين؟ الرسم. مقياس الرسم يدور على اني مش سنتيمتر، لو سنتيمتر 205 ال 205 ايه؟ عشان احولها اضربها ب 100,000 تساوي 20 مليون و 100,000. هاخد الرقم اللي طلع عندي وقت بالقانون، انا عايز مقياس الرسم القياس. الرسم يساوي مقياس الرسم احط ايدي عليه مطلوب في الرسم على طول الحقيقي. مطلوب في الرسم على الطول الحقيقي. الطول في الرسم كام؟ طول في الرسم على الطول الحقيقي 500,000. 1 إلى 500,000 أو 1 على 500,000، لأن أنا قلت لك مقياس الرسم إيه؟ نسبة. مقياس الرسم إيه؟ نسبة. تمام؟ نيجي بقى للمثال الثاني. المثال الثاني بيتكلم إذا كان البعد بين المدينتين على خريطة مرسومة بمقياس الرسم، يجيب مقياس الرسم 5 سنتيمتر في البعد الحقيقي. فهو أنا عايز إيه؟ البعد الحقيقي. أكتب القانون وأعوضه. أنا عاوز في الحقيقة بكتب القانون الأول. بعد ما أكتب أحط إيدي عليه، يبقى أنا مكتوب في الرسم على مقياس الرسم. الطول الحقيقي يساوي الطول في الرسم على مقياس الرسم. الطول في الرسم كام؟ بخمسة على مقياس الرسم 1 على مليون. نفس الزاوية كام؟ 5 مليون. 5 مليون. هاخد ال 5 مليون عشان احولها هضرب هرسم على كام؟ على 5 مليون عشان احولها من كيلو متر لسنتيمتر، يبقى 5 مليون في على لان ده الايه الصغير الكبير بينضرب الصغير بيتكسر على 100,000 تساوي 50 كيلو متر. 50 كيلو متر تديني 50 كيلو متر. هنكمل بقى نيجي بقى للمساله اللي بعد كده. إذا كان مقياس الرسم أكبر من 1 فإنه يدل على التكبير، لو كان العلامة الشهر للدرس بتاعنا هيدل على التكبير. نقول على الرسم على إيه؟ التكبير. إذا كان مقياس الرسم أقل من 1 فإنه يدل على إيه؟ التصغير. تمام؟ رسم احمد صور اخيه اسامه بمقياس رسم 1:40، فاذا كان الطول الحقيقي لاسامه هو 160 فما طول في الصوره. هو عايز فينا ايه؟ طول في الصوره. هنقول بقى ايه؟ هو عايز دلوقتي الطول في الرسم. يبقى انا هقول له الطول في الرسم. الطول في الرسم يساوي ايه؟ يساوي الطول الحقيقي في مقياس الرسم. الطول الحقيقي في مقياس الرسم. الطول في الطول يبقى هو كان هو 160 على 1 على 40 يساوي 4 ايه؟ سنتيمتر. تمام؟ نيجي بقى
تاني مسألة يقول لي إيه بنلتقط صورة مبكرة لحشرة الآن التصوير تكبير بنسبة بالليل إلى واحد حكم نجوم الحشرة في الصورة إذا كانت حقيقية بالليل يبان دلوقتي هاجي